تخين قوي يعني فيها فيري ثيك مسكولوزا. طيب حد شاطر يقول لي مين اوسع حته؟ الحته الواسعه قوي دي اسمها الامبولا. دكتور بنلاحظ انها فيري ثين وول، على فكره دي المنطقه اللي بيحصل فيها فيرتلايزيشن. طيب حد شايف القمع ده؟ يا جماعه احنا مش عايزين نعرف مين مشاكل بتحصل في الفلوبيا، بنسمع عن حمل خارج الرحم اكتوبيك بريجنسي، بنسمع ان واحده عندها انسداد في الفلوبيا الايه؟ تيوب عشان كده ما بتخلفش. ما تيجي نشوف القصه دي، تفتكر لو في ضيق او انسداد يبقى فني حلو؟ الطريقه استغربني الاسم. طب لو في حمل خارج الرحم المفروض دي المنطقه اللي بيحصل فيها فر. طب يا جماعه الواحد بيقول فيري تيد ينفع يحصل فيه امبلانتيشن؟ طب ليه بيحصل امبلانتيشن هنا وسميه اكتوبيك بريجنسي؟ اقول لك ليه؟ لو الحته دي ضيقه، خلي بالك هنا الاوفر بيحصلها فر. طب هو عارفين الفرترايز اوفر بتبتدي السيلز تعمل ديفيجن ريبيتد مايتوز، فاكيد خدته في الابروجيني من الماريولا طب اللي هي 16 سنه دي. طب الماريولا دي بيبقى حجمها شويه ايه؟ اكبر من الفيرترايز اوفر. طيب لو الحته دي فيها دي هتعرف تعدي؟ تفضل قاعده فين؟ فيحصل لها امبلانتيشن هنا، بيسموه حمل خارج ايه؟ الرحم. طيب للاسف لضيق الوقت عندي قصص كتير لطيفه قوي كان ممكن تنفع في الحته دي، بس مش حاجه فاذا مش هيحصل ايه؟
الكومبليت كاباسيتيشن. طيب مين من ولادي شاطر يقول لي؟ فكر كل ما اروح ناحيه مين السيليا تقل او تزيد، يعني سيليا اكتر في انهي حته؟ فكر. انا مش عايزه واحد جاهز، عايزه واحد بيفكر. حد من ولادي شاطر يقول لي السيليا تزيد ناحيه مين؟ يعني ناحيه الانترميورال ولا ناحيه الانفانتيبيرم والاب كله؟ من الاوفري السيليا تزيد قوي، وكل احنا الاول الانفانتيبيرم ثم ايه؟ الاب كله. كل ما اروح ناحيه الانترميورال باور تقل. مين شاطر يقول لي؟ السيليا عكس المصل. لما المصل تتخن انا مش محتاجه سيليا، البريستالتيك مومنت بيزقها. حد فاهم انا بقول ايه؟ يبقى مين يرميني عن مين؟ ان المصل وجودها يرمي عن مين؟ على السيليا. فانا مش هقول يعني مش موجود، موجوده بس كميتها ايه؟ اقل. طيب حد فاهم احنا قلنا ايه؟ طيب تيجي بقى ناخد قطعه كده في الوول بتاع الفالوبيا، تشوف وتشوف الوول مكون من بسرعه وانا في الجي اي تي؟ لا انا بره الجي اي تي، يبقى كام لاير؟ 3 لايرز. مين هم؟ ميكوزا، ماسكولوزا، سيروزا. هل في كلمه تسمى ميكوزا بره الجي اي تي؟ مفيش غير في التراكيه ومش عيله ثانيه. خلاص؟ يبقى هنا في السريه دي مفيش كلمه تسمى ميكوزا غير في الدايجستيف تيومو. حلو كده؟ مين من ولادي شاطر يقول لي ميكوزا عباره عن عبارة هي هايلي ايه؟ فول، عبارة عن ابيثيليا اللي هو تحتيه كونكتف تيشن. طب الابيثيليا سيمبل ايش ده؟ ولا بارشالي ايه وبارشالي؟ بارشالي سينيد وبارشالي سكريت. طيب مين من ولادي يقول لي كده تحتيه لوز كونكتف تيشو؟ هيبقى طبعا انتوا عارفين الدبايه بتاعتنا بلاد فيسز ونيرفز ولمف ايه؟ طيب مين يقول لي كده ماسكلوزا؟ زي الجي اي تي بقى، انر ايه اكتر ايه؟ انر سيربرم واكتر. طب تيجي في الثانية بالسيلوزا لوس كونكتيف تيشو ومتغطي بسيمبل سكويمس. حد فاكر سيمبل سكويمس بتاع السيلوزا؟ دايما بسميه ميزوثيريا. ليه؟ عشان ميزوثيرما، كل السيروس ميمبرينز بتبقى ميزوثيرما. طيب مين من ولادي شاطر قوي يبص على الصوره دي ده تشوف؟ طب ايه بقى الفولز الفظيعه دي؟ جي ميكوزا. طب يبقى المنطقه دي ماسكولوزا. طب وبره خالص انت شايفه انا هوديك من تحت لفوق، ده من جوه لبره. طيب مين من ولادي يقول الصوره دي؟ هل سيادتك تقدر تعد الفولز دي؟ ولا الفولز كتيره قوي؟ يبقى دي مين على طول؟ فالوبيا تيوب. ويبقى الخط الاحمر ماسكولوزا. طب وهنا بره سيروز. وملاحظ هنا بقى الكونكتيف تيشو اللي معلق الفالوبيا تيوب ده بيبقى مليان بلاد ايه؟ بس كل دي ايه؟ فالوبيا تيوب. ونفس الكلام دي. طيب حد من ولادي بقى يقول لي الابيثيليوم ايه؟ مين خد باله من الابيثيليوم ده؟ ده اللي ايه؟ سنيد وشويه في النص نار سنيد اللي هم سنيد. طيب حد من ولادي يقول لي بقى اليوترس؟ واليوترس موضوع على بعضه كده، في تركيبه تركيب السيرفكس عضله الرحم، في الحته بتاعت السيرفكس دي مهمه جدا. خلي بالك سرطان الرحم 99% منه بيجي فين؟ في السيرفكس. السيرفكس ده مهم قوي بجد، وكتير لما يحصل التهاب في السيرفكس مفيش حمل يحصل، تعالج الالتهاب يحصل بريفنس. اذا دي احد المشاكل بتحصل في مين؟ طيب مين خد باله من رسمة اليوترس؟ حد يقول لي اناتوميكالي، شايف القبة دي؟ احنا اتعلمنا اي قبة اسمها فانس. طب مش ده البادي؟ ثم عنق الرحم اللي هو بروترودنج في الفاجينا ده اسمه السيرفس. هيستولوجيكال فانتس وماضي نفس التركيب. كده
كلمة تقولها فين بالصبر؟ الصبر فين فانت صوتي وخدت بعد كده الفيروس وصول الفقر فاكرين؟ طب هنا برضه فانت صوتي نفس الايه؟ هيستولوجيكال ستراكشر مع بعض. طيب انا هاخد حتة من وول واكبرها تحت الايه؟ مين هيختلف؟ السيرفكس وبعدين هنشرح بقى الاكسترنال جينيتال اورجنز والكلام ده ليه بقى محاضرة بس غالبا مش هنستخدم فيها ايه؟ يوترس. هاخد حتة من وول بتاع اليوترس من جوه معايا؟ من جوه الايه؟ انا اخدت حتة منين؟ من البودي بتاع السيرفكس ده لسه دي قاعدة لوحده كده من واحد. طيب حد فاكر الليرز بتاعت الفلوجن تيوب؟ اللاتريز اشتغل ميكوزا مسكولوزا سيروزا هي نفس اللاتريز ولا لا؟ انما الاسامي بتتغير. البطانه بدل ميكوزا اسمها اندوميتيوم، بدل مسكولوزا مايوميتيوم، بدل سيروزا ديريميتيوم. بقيتوا عارفين محاور اليوترس. طب ولادي ميكوزا دايما عباره عن الابيثيليوم وتعديكوا الناس تفتش الابيثيليوم حد شايفها زي مين؟ زي الفلوبيان. بس تفتكر السيليا اكتر في الفلوبيان ولا في اليوترس؟ اكيد في الفلوبيان. يبقى هنا سنتر كولوم معظمه ايه؟ سكريتوري ودي شويه سيليا. طيب ملاحظين تعديكوا الناس تفتش اي ميكوزا ابيثيليوم وتعديكوا الناس تفتش مين قالوا لحظه بقى يقول لك تفتش ده يحتوي على ايه؟ طبعا اللوز كونكتيف تيش يبقى فيه بلاد فيسز ونيرز والفيسز بتاعتنا. طب ايه دي؟ جاز اسمها اندوميتريال جاز. بص حد هنا سمع حد بيقول لي ضغط اصل الغدد دي سيمبل تيوبولار جاز. فاكر انبوبه واحده فاتحه بضغط واحده فهي البنك كانها ايه؟ طب طب لاين بايه؟ الحيطان اللي فوق نازله فوق وتبقى سيمبل. بس هنا الماجورتي ايه بقى ايه؟ سكريتوري. مفيش سكريتوري. طيب ممكن بعد اذنكم حضراتكم كده بوصولي ممكن تسيب حته الاندوميتريوم. انا لسه ما خلصتوش. وظيفيا بتقسمه تو بارتس سوبرفيشال زون وبيزال زون. فين ده؟ فين هنشوف فين؟ الحته اللي فوق دي اسمها سوبرفيشال زون. الجزء اللي تحت ده اسمه ايه؟ اللي عايزاه تتعلمه ان السوبرفيشال زون كل شهر بيحصل لها شادنج مع الريسبريشن. البيزا زون بيحصل لها شادنج؟ تظل عشان يحصل منها ريجنريشن. طب خلي بالك حد فات الخلايا الام بتاعت الكونكتيف تيشو كله خدناها في سنه اولى اليو ام سي. الكونكتيف تيشو ده مليان يو ام سي اللي ممكن يتحول الى فايبروبلاست. فاكرين تفرز ماتريكس وتعمل فايبرز وتعيد تكوين مين؟ الكونكتيف تيشو. واللانز البيزل بورد بتاعها قاعد ما وقعش بيحصل لها ري جنريشن. والابيثيليوم هاي باور اوف ري جنريشن. يعني انهي زون بتقع؟ سوبرفيشال. انما البيزل تظل موجوده. طب ايه اللي بيخلي السوبرفيشال تقع والبيزل تظل موجوده؟ البلاد سبلاي. دي بقى تسيب اللي في ايدك تمام عشان دي مش موجوده عندك. مكتوبه كلمه كده في الكتاب عشان تفهم البلاد سبلاي. انا الحته دي عمرك ما تنساها. معلش انا هرجع للرسمه دي تاني بس بعد اذنكم كده بص الصوره دي. حد شايف دي؟ ده معايا؟ في ارتري كبير اسمه دراين ارتري بيغذي مين؟ اليوترس. شايف بيتفرع كده يدي حاجه زي القش كده اسمه اركويت ارتري. كله يسيب اللي فيه وخليه معايا دلوقتي. معايا دلوقتي؟ بس الاركويت ده بيطلع منه حاجه اسمها ريديال. هل ده مطلوب تحفظه؟ خالص لا، ده ليه جدا. الريديال ده بيدي تو برانشز. مين خد باله من الاسم ده؟ بيزك ملاحظ ده ستريت. وفي ارتي تاني ملفلف كده سبايرال ارتي. مين شاطر يقول لي من اسم البيزل ستريت ده من اسمه هيغذي انهي زون؟ البيزل زون ده بلاد سبلاي ثابت. انما مين يقول لي سوبرفيشال اول حرف ايه؟ تبقى بتغذى سبايرال ارض. الاس بتغذى بالاس. سبايرال ده بقى اولا في الرجاله موجود في الرجاله؟
مصدر الدل بالليفل بتاع البروجستيرون. اسمعتي اسمعتي، لو في بروجستيرون عالي في الدم، البروجستيرون فكرني لو قلت لك معنى كلمه بروجستيرون ايه؟ بيجهز اليوترس للحمل. طب اسمعي، يبقى مين دايليتد؟ السبايرل اللي بيغذي الاندوميتريوم، انا بجهز اليوترس صح كده؟ طب ويبقى دايليتد على الاخر ويجيب بلاد سبلاي حلو قوي للسوبرفيشال زون. ما حصلش فيرتلايزيشن بيحصل، فاكرين الكوربس اللي بيحصل لها ايه؟ بتتحول الكوربس ايه؟ الميكروس. فيحصل سادن دروب للليفل بتاع مين؟ اسمعنا بقى، البروجستيرون ده بيغذي انهي زون فقط؟ طيب قصدي سوري، السبايدر بيغذي السوبرفيشال زون. البيزا دي علاقه بالليفل بتاع البروجستيرون ولا ده شغال طول الوقت؟ ده شغال طول الوقت. إذا لو حصل سادن دروب للليفل بتاع مين؟ بروجستيرون، مين ياخد على الفضل؟ سبايرال يحصل له سيفير فازو كونستريكشن. مفيش كونفيدنس، مفيش بروجستيرون، وانا اديله ليه؟ مش عارف يعني يقدر. لما يحصل سيفير فازو كونستريكشن، حد انتوا مش خدتوا انه يحصل قوي اسكيميا ثم ايه؟ نكروزس ثم انهي زون بس اللي تقع؟ سوبرفيشال اللي هي سبلاي لمين؟ ايه اللي مكتوب عندنا في الكتاب؟ اقول لك بقى اللي مكتوب وتشوف الجمله دلوقتي مفهومه ولا لا؟ ان السوبرفيشال زون افري مانث بيحصل لها شيلينج مع المنستريشن. از ات از سبلاي لمين؟ السبايرال اللي هو افكتد بالليفل اوف بروجستيرون. هذه الجمله دلوقتي مفهومه. طيب البيزال زون تظل از جرو سيرفيس عشان يحصل منها ايه؟ از ات سبلاي بانهي ارتي؟ البيزال which is a straight artery and not affected by level of progesterone. تخيلي كده ما حدش يبقى قاعد ايه؟ الجمله مش مفهومه كده، الجمله ايه؟ ان شاء الله مفهومه. نرجع لبقيه التركيب بتاع الول. مين قابل ملاحظه يقول لي انا كده خلصت مين بس؟ انتو مني. نخش بقى ماي بيبيان. مين يقول لي كام لاير؟ بص على اسمك، بص على اسمك. ثلاثة. حد شايف في الأولانية دي لتحت مين؟ طب هو مش الاندوميتريوم ده اسمه ميكوزا؟ طب يبقى صاب ايه؟ ميكوزا لاير. صاب هي حاجة تحتها ولا هي براها؟ احنا بناخد من جوه الايه؟ لبرا. يبقى هي الاسامي علمين مش دقيقة بس هي تحتها في الرسمة. فاسمها صاب ميكوزا لاير. مين خد باله أنهي نوع من المصرز؟ يعني سيركلر ولا لونجيتيودنال ولا إيه؟ أنا مش راسمها كور. يبقى هي لونجيتيودنال ده بتاع عرض. ولادي معايا معايا ربنا يديك معايا. طيب بص بص كده، حد شايف اللاير دي؟ مين خد باله عامل رقم 8 كده بالانجليزي لف حوالين مين؟ بلاد فيسلز. فسموا اللاير دي فاسكولار لاير. شويه بيبقى سيركلر وشويه اوبليك ماسلز، خدت بالك؟ في سيركلر قالت اوبليك واخده ايه؟ شيل فيجرز اراوند مين؟ الرجرانس. هو الست لما بتولد مش في هرمون ساعة الولادة يخلي البيت يطلب؟ الاستمريت تران ايه؟ كونتراكشن اسمه اوكسي. ده يبدأ شغال بعد الولادة. تقول لك ليه يا دكتور في مغص؟ هو مش انا ولدت وخلاص؟ دكتور يبقى سعيد قوي وسامع عن المغص. قول لي انا عايز اسمع كلمتين. ايوه كده، عايز اخليكم معايا. ليه بقى؟ لان بعد الولاده الاوكسيتوسن ده بيخلي تران ايه؟ الوترانا الوتران كونتراكشن بتقفل على البيزنس اما يحصلش بوست بارتم هيموريدج. هو مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول واحد عنده نزيف يطلع له سيروتونين عشان يعمل له باظ ايه؟ عايز الفكره. بس مين اللي شغال دلوقتي؟ الاوكسيتوس يعمل الوتران ايه؟ كونتراكشن. عارف بقى لو اليوترس لابس هتفضل تنزف لغايه ما تموت. فعشان كده نروح نعلم لها ايه؟ اوكسيتوس لغايه ما مين تخرج؟ البلاسينتا تخرج ويوقف الفين او يهدى قوي. خلاص يبقى نوقف كده والدنيا ماشيه صح. طيب عايزه من حضراتكم
ليا تحت السرور. يا ان تعجبك اللي ان لا واحنا بقى بنحب نبسط لكم الحاجه. قالوا لنا بقى استوت صورة مش عارفه ماسكولار والليله الثانيه اسمها ماسكولار ليا استوت ماسكولار والاول ليا اسمها سان ميكوزا لا سان ميكوزا يعني سان ميكوزا ليا ماسكولار ليا صورة ماسكولار والمين شبه مين؟ سوبر مسكول زي الصميم. قال لي ايه؟ بريميديوم. بريميديوم ده يوازي مين في الفلوجة؟ سيروز يعني ايه ومتغطي بايه؟ كنا بنفتش ومتغطي بسامبل. طب انا شرحت ده مين؟ يوترس ايه؟ انا حته في اليوترس. فانتس وبودي. مين المفاجأة بقى؟ بيحبوا تسمعوا السيرفكس وقصته ايه؟ والميوكس اللي بيخرج منه ده قصته ايه وامتى يبقى فلويد مائي وامتى يبقى فيسكت يعني لازق شويه هتيجي تشوف بقى الابداع ربنا سبحانه وتعالى في الحته دي. ممكن اسالك سؤال عن مايوميديا؟ هو في الحمل اليوترس حجمه ايه؟ يعني بيبقى زي الاول ولا بيتضاعف؟ خلي بالك اللارس بتاع سموث ماسلز بيبقى 20 مايكرو. شوف بقى في الحمل بيوصل اب ل 500 مايكرو. الفايبر واحده كان نفسي اقول الكلام ده. طب يا ولادي لما بتتضاعف كده بس عشان حجم المصل بيكبر حجم المصل بيكبر دي اسمها هايبرتروفي. طب بس هي حجم ولا العدد كمان بيزيد؟ دي بيسموها هايبر بليزيا. طيب بعد الولاده مش هقول لك الست ربعنت بعد 40 يوم بقت كويسه وربعنت في خلال اسابيع فيو ويكس طب يبقى ليه سيرفس ناحيه جوه وسيرفس من بره.
السيلز ده في الاسم اسمه اندوسيلز. كمل بره اكتوسيلز. سهله دي ولا صعبه؟ طيب بعد اذنك يا دكتور، طب مش قال لي انبوبه ليها فتحتين؟ فتحه ناحيه مين وفتحه ناحيه مين؟ فتحه ناحيه اليوترس اسمها انر او انترنال اس او اس. طب والفتحه اللي بره ناحيه الفاجينا؟ اكسترنال اس. طب الكلام دي تفتكر الدايمتر بتاعها كام؟ 1 سنتيمتر. مش تسمع ان الست ساعه الولاده السدس بيحصل له ايه؟ وكل شويه الدكتور يقيس يقول لك بقى 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 10 سنتيمتر، خلاص الراس نازله. صح؟ مش بنسمع الكلمه دي؟ هو نورمالي كام؟ 1 سنتيمتر. طيب يا ترى المول ده زي اليوترس؟ ده حد فاكر اليوترس المايت الثلاثه ريرس؟ هنا بقى مفيش غير ميكوزا وستوما تحتها زي فايبرس تيش تحتها. يعني لا في مسكلوزا ولا سيلوزا، دي حاجه جوه. طيب بعد اذنكم كده تعالوا نشوف الحته دي. انا معلش انت خدت بالك، تفتكر اللي جوه ده يبقى لاين بايه؟ على فكره اكتشاف المبكر لسرطان الرحم يعتمد انت عارف الابيثيليوم هنا ولا لا؟ بقى جوه. يا بنتي ده متصل مع مين؟ هو اليوترس كان ايه؟ سيلف كولم، ونادرا ما يبقى سيلف، معظمه نار. طب يا جماعه يبقى الابيثيليوم هنا سيلف كولم فين؟ الانترنال اس والاندو سيرفكس او السيرفايكال كلام. طب الاكسترنال اس والاكتو سيرفكس والفاجينا. هنا الشعر بقى ستراتيفايد سويتس. كيروتينايز ولا نط؟ طبعا نط في حاجه جوه. وخلي بالك ويت ولا دراي؟ ويت بايه؟ طب وهي الفاجينا وين ستراتيفايد سويتس؟ ميكوس جا فين؟ جا منين؟ من السيرفكس. من هنشوف ازاي حالي دلوقتي. ان انا عايزاك تاخد بالك انا هاخد السيرفايكال كلام. هعرف بس انتوا فاهمين الرسم اللي عرضتها لك ولا لا؟ هاخد الحته دي كده بالاكتو ايه؟ سيرفكس وهكبره هنا. مين خد باله السيرفايكال كلام اهي؟ وده مين ده؟ انهي اس؟ اكسترنال اس. حد فاهم انا بقول ايه؟ طب جوه لايف ايه؟ سيرفكس وبره سيرفكس. الكشف المبكر بيعملوا ايه بقى؟ يجيبوا عارفين زي حاجه زي قطره كده واخرها عارفين زي المعلقه ويروحوا مدخلينها فين؟ من الفاجينا اكيد، يعني بيوصلوا فين؟ الاندو سيرفكس. لازم يوصل لجوه السيرفايكال كلام وياخد سواب كده من الابيثيليوم ويحطه على مين؟ على سلايد ويصبغه ويفحصه. لقى مين؟ سيمبل كولامتر شي از نورمال. لقى ستراتيفايد سويتس. دي اول خطوه في كانسر السيرفكس. دي أول ستاد. يا جماعة فكر، هو الكولاندا لما بينقسم يبقى وينقسم وينقسم والعدد اللي يكتر قوي يبقى ستراتيفايد إيه؟ سويتس. طب وبعد كده بقى يغزو اللي تحته ويبقى الورم كده عمل انفيجن. يعني هي أول خطوة في التحول إنه يقلب من إيه لإيه؟ صرف الكولاندا إلى ستراتيفايد سويتس. فأنت بس إيه؟ أهم حاجة ياخد العينة دي يبقى دكتور مش ميكانيكي. يعني واحد فاهم يعني ايه؟ ما يجيش العينة من بره. ما هو نورمالي مرض ايه؟ يبقى لازم يدخل جوه في السيرفايكال كلام من جوه. هو طبعا بياخدوها صح ما تقلقوش. تيجي نشوف كده تحت الابيثيليوم ده فيه كونكتيف ايه؟ دكتور بص على دي بقى، حد شايف الغدد دي؟ دي اسمها سيرفايكال، دي مهمة أوي يا دكتور، دي مصدر الميوكس اللي بيطلع. اسمها سيرفايكال جلاندز. مين يقول لي نوعها إيه؟ حد فاكر لما يبقى الغدتين فاتحين في الضغط؟ طب إيه رأيك بقى أنا بقول إيه؟ فريش اسمع دي. تيوبيلو ألفر. مش أناديب بس، تيوبيلو إيه؟ وبتفرز إيه؟ ميوكس.
فكرة أكبر مشكلة إن واحدة يجيلها infection في السيرفايكال جلانز. قولي ليه؟ بيقلب الكرونيك من الأكيوت يقلب لمزمن. حد يعرف ليه؟ لأن المفروض تاخد اللي عايزة تخف من التهاب في السيرفكس، ده بيحصل كتير قوي على فكرة. اللي عايزة تخف لازم تاخد مضاد حيوي على الأقل لمدة شهر. مين بقى؟ هي استمر لمده شهر في انها تاخد المضاد الحيوي. يقول لك ما كملتيش ليه؟ الالتهاب لسه موجود. يقول لك بس بيسد نفسي. هذا العادي يعني مشكله سد النفس دي ما حدش بس عندي، لكن عندي ناس كتير مشكله سد النفس دي بتعمل لهم مشكله ايه؟ كبيره فيبطلوا. مين بقى اللي بتصبر وتاخده للشهر كله وقلت له شهرين هتاخده؟ اللي الالتهاب ده معطل حملها. بتاخده وتبقى يعني ماشيه بالقلب على مين؟ بتكمل الكورس مظبوط يعني، بتمشي على التعليمات مظبوط. طيب بتفرز ايه قلنا؟ ميوكس. طب الميوكس ده مش ساعات يبقى فيسل قوي وساعات يبقى ووتري؟ طب تبع ايه؟ ده بيتاثر بالهرمونز. مش انتوا خدتوا منسوا سايكل في اناتومي او في بيولوجي او في whatever يعني فيسيولوجي؟ اسمع هناخدها دلوقتي. منسوا سايكل دي الفيرست هاب ايه؟ الفيرست هاب بيبقى فيه الاوفيريان فوليكلز بتتكون بأي هرمون سائد؟ الاستروجين. الاستروجين يخلي الميوكس ده كميته ايه؟ كبيرة او نوت وفير ويبقى ووتري. ليه بقى؟ وخصوصا يوم الاوفيوليشن عشان يسمح لمين تكسر السبرم انه يطلع يوصل الفالوبيان دي تيوب. انما لما يحصل في النص التاني المفروض تكون الكوربس ايه؟ تفرز مين بقى الهرمون السائد؟ بروجسترون. او لو حصل بيرنس مين هيعلى قوي؟ بروجسترون. البروجسترون بقى يخلي الميوكس ده كميته تقل، يبقى سكانتي. سكانتي يعني قليل، وفيسد والسي مش بننطقها. فيسد يعني لزج. يا دكتور اللزوجه دي بتمنع مين يطلع؟ ما المفروض انه خلاص بعد الاوفيليشن، يعني المفروض ان في بيبي بيتكون، فاحنا مش عايزين حاجه تانيه تطلع. ولا سبرم يطلع ولا بكتيريا ولا حاجه خالص. فالميوكس يبقى ايه؟ فيسد. كان فله وقفلت بيها الاندوسيرفس او السيرفايفل. تعرفوا ان الست لما تيجي تولد لو هي متمرسه في الولاده قبل كده. يعني ايه؟ ولدت قبل كده؟ يعني مش ناني بار، مش برايمري بار، يعني مش اول مره تتخلف. ولدت كذا مره. اللي اول مره تخلف هي اول طلق يجيبها يقول لك الحق الحق الخطب وتضيعيني جوزها. بس المسافات بين الطلق ايه؟ بعيد. اصل انتوا حفظتوا ازاي من الحفيد والحاجات دي؟ طيب بصوا، انما الست اللي ايه؟ متعوده بقى هي اللي بتجي معاها الطلق. بص يا روح مستشفى تقول لا لسه. ربنا ما يوريكم.
في لغة مش أقول مصرية ولا عربية، لغة عامية مصرية صميمة. يعني أقول لك الأرض طش. يعني الأرض طش. يعني حصل رابطش الميمبرينز والفلويد اللي حوالي الدنيا بدأت طش. تقول لك مثلا لا ده في لغة بجد. تقول لك العلامة كلمة علامة دي ليها اسم علمي اسمها شو SHO. ايه الشو دي؟ حته ميوكس كده يا جماعه. الميوكس ده اثناء الحمل مين هرمون السائد؟ يبقى الميوكس ده ايه؟ نسد تخين ونسد لدرجه قافل ايه؟ الكلام دي خالص قفلها. عارف ازازه وقفلناها بفله؟ طب بدا مين يوسع؟ اسمع سيرفس فالفله تقع. طب دي كانت لازقه في الابيثيليوم ولا لا؟ يوكس بسد. شش. لما لازقه في الابيثيليوم تيجي تطلع بقى تبقى معلقه بنقطه بلد. هي دي اسمها العلامه شو. يبقى شويه ميوكس معلقين بالبلد. اول ما تشوفهم نزلوا يبقى مين بدا يحصل له دايلتيشن؟ السيركس. وطبعا لو نزل حصل في الارض طش يبقى ده اضافه. طب عندها سقط في سقف البدن يعني. دي كانت مكتوبه قبل السيركس.
12 15 سنه والمينوبوز 45 50. طب استنى استنى، تقريبا بتاخد حوالي 28 يوم ده الافرج. في ستات دورتهم بتاخد 35 يوم، يعني الجلهاش نفس، في واحد تقول لك 30 يوم بالظبط والدوره كده، يعني هي حافظه يوم واحد في الشهر الدوره بالكامل. في واحد تقول لك بيجي لي كل 25 يوم، يبقى دي فاريشن للست الاخرى ولا لا؟ ونسب نورمال فاريشن، لكن المتوسط كام؟ 28. طب مين نص السايكل؟ 14 ده يوم الاوفيوليشن. طيب احنا نقسم المسوسايكل ثلاثه فيز. يا جماعه فيها اسامي كتير. الفيز اللي هقوله ده اكوردنج للتشينجز في الاندوميتريوم. في فيز بيحصل فيه بليدنج ولا لا؟ فيسميه مانسبرال فيز. طب الفيز اللي بعده يبتدي الاندوميتريوم يحصل له بروليفريشن، يرجع يحصل له ريجنريشن، بسميه بروليفريف فيز. ثم يبتدي الجلانز تبقى فولي فورم وتبتدي تبقى فانكشن تفرز، فيسموها سكريتوري فيز. مين يقول لي الاسامي دي اكوردنج للتشينجز اللي فين؟ اندوماتيك. مين يقول لهم ايه تاني؟ منسترال بروليفريتيف ثم سكري. طيب مين من ولادي شاطر يقول لي ليه اسامي تاني؟ اكوردنج تشينجز في الاوبن. يعني مثلا يحصل proliferation ovarian follicles تسميها follicular phase، بيحصل تكوين corpus luteal luteal phase. طب في كمان تسميه تبع مين الهرمون السائد هنا؟ يعني مثلا estrogenic phase ده first hormone، second hormone progesterone phase. الحقيقه الكلمه دي دايما بتتعصب في جوجل، طيب انا قلت المقدمه اللي هو تعريف يعني ايه منسترال سايكل تحت تاثير انهي هرمونز من البيتيوتري. اشتغل معايا لو انا في الفيرست هاف اف اس اتش، لو انا في السكند هاف ال اتش. طيب تعال ناخد، ممكن استاذنكم في حاجه بس؟ المنسترال فيز ده معلش مش هقول الكلام كله دلوقتي، انا هقول بس مقدمه وهرجع له في اخر السايكل. طب بعد اذنك يا دكتور، على فكره مثلا السايكل دي ما تاخدش اكتر من 10 دقايق بس عايز تركزوا. طيب حد شاطر يبص على الرسمه بتاعتي؟ ده المنسترال فيز بيقعد كام يوم؟ حاجه ثابته دي ولا فاريبل؟ من ست لاخر عاده من 3 لخمس ايام. يعني في بنات تقول لك انا بقعد يومين وخلاص، في واحده تقول لك مش اقل من اسبوع. يبقى ده نورمال ايه؟ فاريشن. لكن المتوسط كام؟ من 3. على فكره بيحصل اختلافات حتى ايام الامتحانات. لا لخبطه. بتلخبط اثناء الامتحانات ولا عادي جدا. This is normal. خلاص؟ طيب تيجي بقى نشوف مع عشان بس فيس هقول لك ايه؟ ان اي زون هتقع؟ السوبرفيشال. ومين هتفضل قاعده؟ الفيزا ريمين از لو سيرفيس عشان يحصل منها ري. طب الديسشارج اللي خارج ده عباره عن ايه؟ كلوتد ولا ان كلوتد؟ ده سؤال شكل. ان كلوتد. لا طبعا ان كلوتد. طب امتى يبقى في كلوتس؟ لو في بليدنج سيبير، بليدنج جامد قوي. اصل الاندوميتريوم بيفرز فايبريلايزن، يكسر الفايبريلوس، ده احد الكلوتنج فاكتورز. طب لو البيلينج هيفي قوي مش هيقضي الفايبريلايز اللي موجود، فيبتدي يحصل ايه؟ كلوتس. يبقى نورمال في كلوتس؟ لا لا، لو في كلوتس يبقى معناه ان في اكسسيف بليد. لو سمحتوا الكلام ده مهم، كلينيكال مهم، وتيجي تسال عيانه تقعد تسال الاسئله دي، البيد اللي بينزل كلوتد ولا ان كلوتد، طبعا باللغه المصريه السليمه اللي بقى نعلمها لكم بعدين، فتعلموها وانتم في امتياز. طيب تيجي نشوف، طب وايه اللي خرج تاني مع البلاد ده؟ مين كان وقع؟ يعني في ابيثيليال سيلز، في شويه ميوكس. ميوكس خارج بقى من السيلز. طيب تيجي نشوف بس الفوليكولار فيز والسكريتور فيز، عارف انا عايزاك تقولها ازاي؟
بص ساعات يقول لك في اخر السنه اتكلم على الفيس ده، تيجي انت ايه نذاكره وفاهمه بس انا مش فاكر الايدز. لا رتبها كده، ده بيقعد كام يوم؟ اليوم الكامل الكام؟ اول كلمه المده، تاني كلمه تحت تاثير انهي هرمونز. خلي بالك انا عايزه اثنين هرمونز، هرمون من مين وهرمون من مين؟ واحد من البيتيوتري واحد من الاوبري. ثم ايه التغير اللي هيحصل فين؟ في الاندوميتريال نفسه الثيكنس هيوصل لكام؟ الكونكتيف تيشو هيحصل في ايه؟ الاندوميتريال جلاند سبايرال ارم. يعني في ايتمز بنتكلم عليها. يبقى اهبل. يعني مش عارف. كوالتر ريبيت على فكره لو انت طبقت القواعد انتوا ربعوا في ثواني. انت عارف لما انهي فين انهي زون وقعت السوبرفيشن الابيثيليم بقى دخلته، اسمع يا دكتور الرقم ده نص ملي، نص ملي متر، ده لما مين وقعت؟ ده السوبرفيشن. طب عارف البروفرت الفيس على نهايته النص هيبقى 2.5 ملي متر، يعني ضعف كم مره؟ 5 مرات. يبقى البروفريشن يعني ايه بروفريشن؟ مين اللي حصل له بروفريشن؟ طب ما تمشي معايا واحده واحده، انا قلت لك بتقول من اليوم الكامل الكام؟ من نهايه البيت اللي هو مثلا اليوم الرابع او الخامس لغايه نص السايت اليوم الكام؟ 14. طب تحت تاثير انهي هرمون؟ عايزه واحد من البيتيوتري ثم واحد من الاوبن. بس مش من البيتيوتري ثم مين؟ استروجين من الاوبن. طب ايه اللي حصل في الاوبن؟ دروب اوكي، يعني كويس لغايه ما واحده ما توصل ماتيور بيقفل. طب بالله عليك في كلمه غريبه في اللي احنا قلناها. طيب تيجي نشوف بقى ايه اللي حصل. مين خباله الثيكنس هنا كان قد ايه؟ كنا نص، هنا وزن بكام؟ هنا نص. طيب خدت بالك الابيثيليا يحصل له ايه؟ في الابيثيليا حصل له ايه؟ ريجنريشن. طب والكونكتيف تيشو؟ انا علمتك كان في يو ام سي على فكره بسميها سترومال سيلز، تبتدي تعمل تحول لفايكرو ايه؟ لازم تفرز فايبر سوماتكس، يعني تكبر حجم الكونكتيف تيشو. طب مش الكونكتيف تيشو ده كبر، مين جرو تاني في الحته اللي اتكونت الجديده دي؟ سبايرال ارمز. طب بس ثانيه واحده دكتور، سيبي كده تبصي على الرسمه دي، ملاحظ اللي انا عاملاه بالاحمر ده سبايرال ايه؟ ده جرو تاني في الانرجي. طب بس نارو وستريت ولا لا؟ يعني مش دايريتد قوي، لان لسه ما فيش ايه مين هرمون اللي بيخلي يحصل دايزيشن في الاندروجين. طب هو استروجين بس؟ طيب بعد اذنك يا دكتور، الاندوميتريال جلاندز اعيد تكوينها ولا لا؟ حصل لها ري؟ طب بس نارو وستريت شايفها؟ هل لسه فيها سكريشن؟ لا، عشان كده بس سميتها بروليفريتيف فيز. حصل هنا عند اليوم ال 14، يعني هخش على السكريتوري فيز. لا دكتور ما انت هتقارن بقى، ده اليوم الكامل كام؟ 14 ابريش يوم 18 الاونست اوف نكست بيك، لان ممكن يطول ممكن ياثر. طيب مين يقول لي دكتور تحت تاثير الهرمونز؟ عايزه واحد من البيتيوتري اتش اختصار عايزين الهرمون، يعني ده خلى يحصل اوبريشن وتفريغ الكوربس. يبقى انا قلت كمان تشينجز في الاوبري. طيب والكوربس بتنج بتفرز مين؟ يبقى ال اتش والبروجسترون للاوفر. البروجسترون ده فاكر كان بيعمل بازما؟ بص بقى مين خد باله؟ مين كبر قوي؟ لا لا لا، الاندوميتريا من ثيكنس وصل ل 5 ملم. تخن جدا. عارف ليه بقى؟ هو مين دايركت على الاخر؟ وهل ماشي ستريت ولا بقى زجزاج كده او سبايرال فور؟ دكتور ودايليتد وكونجستد وذ بلاد. هو اي ارتري، لا اسمع المعلومه دي، لما يبقى دايليتد قوي
الكابيلرز اللي طالعه منه تفتح ولا لا، تبقى دايريز اخرى ولا لا. الكابيلرز لما تبقى دايريز بيطلع منها تشو فلويد كتير ولا لا، يعني بيحصل انكريز كابيلري بيرميابيلتي. اسمع دي، عارف لما يبقى عندك تربه ارض وعايز تزرع فيها نبته بتهويها بتبشبشها ميه، فالكابيلري بيرميابيلتي بتعمل ايه في الاندوميتريوم؟ ايوه عايز اسمع كده، بتشبش بت ايه؟ بترويها. بيحصل إديمة. مين بقى قوي علميا يقول لي ما تعريف إديمة؟ increase interstitial fluid. ده ايه اللي زوده؟ spiral arteries حصل لها سيفير فازودايلاتيشن، فزود الكابيلاري ايه؟ permeability، فحصل increase interstitial fluid او اديما. طب اسمع دي، شفت الزينه والتعليق والفرق ده؟ مين خد باله الجهاز ايه اللي حصل فيه؟ مش كانت لسه متكونه ونار وسبريد وما فيهاش سكريشن؟ مين قوم لحظه يقول لي بقت دلوقتي ايه؟ نار وسبريد ولا بقت دايريت و كويت او تورتشوس؟ بدأت تعمل سكريشن، وعلى نهاية الستيج تبقى فول اوف سكريشن. يا جماعة انتوا عارفين هنا بتعمل ايه؟ بتفرز جلايكوجين. استنى، في بداية المنسول فيز دي السكريشن فيز تبقى جلايكوجين في البيز اوف ذا سيلز، وبعدين كل ما الايام عملت هيزيد يبتدي يطلع يطلع يملى السيل وبعدين يطلع براها في اليوم بقى. يبقى الجلانس في نهاية الفيز ده فول اوف ايه؟ استنى، بس في استاذه بتيجي من عين شمس تسالك هو المنس والفيز دي كام ستيج؟ ثلاثة. تقول لك يا عندكم هنا في القاهرة ما قالكوش انها أربعة؟ يعني ما عمرك ما سمعت على فيز زيادة؟ ولا احنا ترتيب العين شمس القصر العيني سابق مين؟ خلي بالك
ischemic phase ده اليوم اللي قبل البريدنج one day ده اليوم ال 28 لو حد سألك تقول له اه اليوم الكام حد فاهم انا اقول ايه اليوم الكام ال 28 ده بيسموه ischemic phase ده الاسكيميا والنكروزس واللي قبل مين ابني لكن احنا بنوصف الكلام ده في المنسوال فيز اللي هي اول فيز خالص. نعم. لا ده غير البيزا ده فرع غير البيزا. طيب انتوا عارفين انا عملنا ايه كده؟ احنا خلصنا اليوترس. اليوترس بايه؟ بادي فانتس والسيرفكس وخلصنا مين كمان؟ بأي كلمة أقولها عشان أشهد ربنا إني قلتها لكم. أنا قلت لك 90% من الكانسر يدرس بيحصل فين؟ في ناس تجيلها ورم ليفي فيروما دي غالبا بتبقى في البطن أو الفانتس. قام الدكتور يشيل لها مين؟ الرحم. ده غالبا اللي بيعملوا كده دكاترة النساء. بيشيل الرحم ويسيب السيرفكس. ساب قنبلة موقوتة في أي وقت يحصل فيها كانسر سيرفكس. المفروض يشيل كله. إيفن السيرفكس يتشال. ما ينفعش أسيب السيرفكس اللي هو أصل المصايب. واحدة أولد إيج وخلاص مش هتخلف تاني. شلتلها اليوترس تلاقي السيرفكس تاني. لا